نعتبر نفسنا في أزمة، ويمكن في الأزمات دائما يولد الإبداع، ودائما في أشخاص قادرين برغم الظروف الصعبة أنهم يبحثون عن الجمال ويلاقوه وينشروا الأمل. براند دبي إذراع الإبداع المكتب الإعلامي لحكومة دبي كانت له مشاركة في مواجهة كورونا عبر الفن. صراحة مرة حلوة الرسالة، عشانهم وعشانك وعشان دبي خليك في البيت. يعني الرسالة هذه يمكن تخلي الواحد يوقف شوي ويفكر أنه فعلا لازم أجلس في البيت. وبنتكلم أكثر عن براند دبي ومشاريعهم المختلفة، وتنضم لنا عبر سكايب الأستاذة شيماء السويدي، مدير المشاريع الإبداعية في براند دبي. أهلا وسهلا فيك وكل عام وانت بخير. صباح الخير أستاذة شيماء. صباح النور. مرحبا هدى، مرحبا خليل، شكرا على استضافتي اليوم في البرنامج. حياك الله. طبعا انتم يعني في دبي تعودنا تحديدا انه دائما مبتكرين مبدعين في كل المجالات، لكن خلينا نبدا معك في الابتكار الجديد اللي بحمله خلك في البيت ومشاركه براند دبي فيها، وبالذات الفيديو اللي شفناه. كلمينا اكثر عن هذه الحمله. طبعا مثل ما تعرفون براند دبي الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي يحاول دائما يركز على الجانب الإبداعي لمدينة دبي، ويركز على المواهب والفنانين الموجودين في هذه المدينة. حلو. فحاولنا أن احنا من خلال براند دبي أن احنا اليوم نركز على حملة خلك في البيت، اللي تهدف إلى توعية الناس بأهمية وجودهم اليوم في البيت. فمثل ما تشوفون عندنا هذا الفيديو اللي تشوفونه هو احد المشاريع اللي قام فيها براند دبي. عندنا ايضا مشاريع قمنا بتنفيذها بالشراكه مع جهات حكوميه، منها بلديه دبي. قمنا بتنفيذ مشروعين، واحد منهم يعبر عن نشر الرسائل الإيجابية في الأماكن العامة. فقمنا برسم الهاشتاغ اللي هو خلك في البيت ستي هوم على شواطئ مدينة دبي. أيضا قمنا بالتعاون مع شرطة دبي، وقمنا بتنفيذ الهاشتاغ أيضا على سور أكاديمية شرطة دبي. مثل ما تشوفون هذا عندنا بعد أيضا عمل ثالث قمنا بتنفيذه مع بلدية دبي، اللي هو لوحة إعلانية قرب مركز دبي التجاري قامت بتنفيذها الفنانة الإماراتية موزة السبوسية. طيب يمكن في براند دبي ابتكرتوا ورش عمل افتراضية إبداعية كثيرة عشان يستفيدوا منها الجمهور، إيش هذه الورش ومين الفئات اللي فعلا تستهدفها؟ طبعا احنا حاولنا من خلال ورش العمل ان احنا نستهدف كافة الفئات، واذا لاحظتوا يعني عندنا في حساب براند دبي ركزنا ان يكون في تنوع من خلال هذه الورش. فعندنا مثلا بعض الورش اللي تركز على مثلا الديكور والمساحات، تنظيم المساحات والفنك شوي، تنسيق الزهور مثلا، تحضير القهوة، الطبخ، حلاقة الشعر. يعني حاولنا ان الكل يستفيد من هاي الورش، اللي الواحد يمكن في هالوقت وفي هذه الأزمة يحتاج انه احيانا يشغل نفسه ببعض الأمور ويستفيد منها. طيب شيماء، بما انك ذكرتي انه بحسابكم ولقيتوا تفاعل وكل شيء، كيف شفتوا انتم التفاعل من المحتوى اللي بتقدمونه على السوشيال ميديا؟ والله شوف، في تفاعل كبير على السوشيال ميديا. يمكن يعني احنا شفنا في اقبال كبير على ورش العمل، فحاولنا ان احنا نزيد من هذه الورش ونحاول نخليها متنوعه اكثر، ويعني تناسب كل فئات المجتمع وكل الشرائح. فعندنا بعض الورش، ولاحظنا اذا بتلاحظون حتى بعض الورش احنا حاولنا ان احنا نترجمها للعربي بحيث ان كافه فئات المجتمع ممكن انهم يستفيدوا منها. فاغلب ما بقول اغلب، يمكن كل الورش بالعربي وبالانجلش. طيب راح نستغل وجودك معنا استاذه شيماء ونسالك عن ايش الانشطه اللي مخططين لها خلال شهر رمضان الكريم. طبعا احنا يمكن ركزنا بشكل كبير على مبادرة كل فخر من دبي اللي تركز على رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة. يمكن هم في هاي الفترة شوي عندهم يمكن فترة ركود، فنحن حاولنا ان احنا من خلال هالورش ان احنا نخليهم دائما اكتف على السوشيال ميديا. صحيح. فان شاء الله في فترة رمضان ان شاء الله راح نطلق مشروع جديد يركز على حملة بكل فخر من دبي وتسليط الضوء على اصحاب المشاريع الصغيرة.
وايضا بتكون عندنا مشاركه او تعاون مع مدينه جميره ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه وعساكم على القوه. الاستاذه شيماء السويدي مدير المشاريع الابداعيه في براند دبي، شكرا جزيلا ورمضان كريم عليك وعلى الامه الاسلاميه.